معايا على الهواء مباشرة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم. وإحنا طبعا كنا بنتكلم دلوقتي عن امتحانات الثانوية العامة اللي هتبدأ غدا إن شاء الله في 1500 لجنة. مساء الخير يا سيادة الوزير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. بدايه يعني لو نتعرف على اهم ملامح خطه الوزاره لتامين الامتحانات السنه دي. عايز اقول لحضرتك ان انت دلوقتي بتصوروني من غرفه العمليات. احنا النهارده الجمعه متابعين، عندنا 42 غرفه عمليات موجوده على مستوى الجمهوريه كلها في كل المحافظات. كمان تم يعني في بروتوكولات تعاون قويه جدا وتعاون شديد جدا مع وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. وطمن حضرتك انها ان شاء الله هتبقى التامين بتاعها زي تامين الانتخابات بالظبط. زي تامين الانتخابات بالظبط، ده يعني شيء بيطمن اولياء الامور وبيطمن الطلبه نفسهم، لان يعني الطلبه محتاجه انها تشعر بالامان وهم بيؤدوا هذا الامتحان المهم. طيب اجراءات الوزاره لمكافحه الغش، اتكلمنا عنها حضرتك. عايز اقول لحضرتك ان النهارده نزل 4 امتحانات للامتحان بتاع بكره موجودين على الانترنت دلوقتي، فكلهم غلط وكلهم اشاعات. انا برجو الطلاب ان هم ما يضيعوش وقتهم في الحاجات دي، لان استحاله ان امتحان يتسرب من عندنا، بدليل ان في 4 امتحانات يعني موجودين على النت دلوقتي. الحاجه الثانيه المهمه ان ممنوع اصطحاب الموبايل نهائيا. في اجهزه هتكشف عن الموبايل عند الدخول، وفي اجهزه ثانيه جوه اللجان هتكشف عنها. لو طالب اكتشفنا ان هو عدى ودخل بالموبايل بتاعه باي طريقه ما هيلغى امتحانه، ولو اتكررت هيتم تحويله للشؤون القانونيه طبعا في جميع الاحوال، لكن اذا تكررت هيفصل هذا العام. فممنوع اصطحاب الموبايل نهائيا. يعني الطالب وهو داخل على اللجنه يسلم الموبايل على اللجنه، او يعني او ما ياخدوش بالمره، يسلم موبايله بره او يسيبه مع اهله او مع اي حد، او ما يجيبوش معاه احسن. طيب برضو حضرتك يعني ارجع لمساله التنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الدفاع. يعني الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع امر بارسال طائرات عسكريه عشان تنقل اوراق الاسئله الى الاماكن البعيده، وكمان علشان الحيلوله دون تسربها، مما يخل طبعا بمسألة التكافؤ والفرص أمام جميع الطلاب. لو تكلمنا برضو عن المناطق النائية، كيف سيتم فيها الإجراءات الأمنية، كيف ستتم وكيف ستجرى العملية، عملية الامتحانات بشكل عام؟ عايز أقول لحضرتك أن وزارة الدفاع دايما بتقوم بدور لمصلحة هذه البلد، ومن ضمن الأدوار المهمة اللي بتعملها معانا اللي هو العمل معانا في تأمين ونقل والحفاظ على الامتحانات في الثانوية العامة بالذات. حتى في الدبلومات هم نقلوا لنا برضو الامتحانات بتاعتنا وبعض الأفراد بالطيارات في الأماكن النائية وبالذات المحافظات الحدودية. يعني مثلا احنا بنتكلم عن مرسى مطروح، بنتكلم عن مثلا كم محافظة تقريبا؟ شمال سيناء، جنوب سيناء، وادي الجديد، البحر الأحمر. تمام. طيب سيادة الوزير، في طبعا أكيد بعض الطلبة المحبوسين المعتقلين من أنصار جماعة الإخوان، إزاي هيؤدوا؟ عندنا 4 لجان يا فندم في 4 سجون. لا، إزاي هيؤدوا الامتحان؟ عندنا 4 لجان في 4 سجون عاملينهم للطلاب المحبوسين. 4 لجان في 4 سجون، يعني هيتم. ايوه، تم تجميعهم في الاربع. تم تجميعهم، ده اللي انا عاوزه. الاربع سجون دول وعملنا لهم لجان مخصوصه. تمام، تم تجميع الطلاب في 4 سجون على مستوى الجمهوريه، وفي لجان مخصوصه هتروح تمتحنهم في جو هادئ ان شاء الله. ايه السجون دي يا سياده الوزير؟ السجون اسيوط وطرة والمؤسسة العقابية وسجن القناطر. أسيوط وطرة والمؤسسة العقابية وسجن القناطر. طيب هل في مناطق تم استبعاد لجان الثانوية العامة منها؟ لا يا فندم، مفيش. مفيش أي أماكن. طيب خلينا ندخل برضو في تفاصيل الامتحانات والمراقبين ومشاركة المراقبين. هل حصل اعتذارات كثيرة لعدم المشاركة في مراقبة الامتحانات؟
عندنا اعتذارات لظروف ودي كلها قبلناها، لكن احنا عندنا ضغط اكتر من المعلمين ان هم يشاركوا اكتر من الاعتذارات. يعني في رغبات من المعلمين انهم، فعشان كده عندنا احتياطي دايما لكل حاجة. تمام، يعني لن يكون هناك اي يعني نقص في عدد المراقبين في اي لجنة في الثانوية العامة؟ لا بالعكس، اللي بيقدم على اعتذار في 3 4 بدائل ليه على طول في نفس الوقت. طيب حضرتك موجود دلوقتي في غرفة العمليات، هل تلقت الغرفة أي شكاوى من أي نوع حتى هذه اللحظة، يعني قبل ساعات من بدء الامتحانات؟ لا حاليا ما فيش أي شكاوي، لكن احنا بنستعد، بنحط السيناريوهات، بنتواصل مع جميع المديريات، علشان يعني هي مش غرفة عمليات فقط، هي لجنة إدارة أزمات كمان. تمام. طيب يا سيادة الوزير، احنا يعني في هذا الجزء تناولنا المسائل الإجرائية، تأمين نقل الأسئلة، تأمين اللجان يعني إلى آخره، حتى ظروف الامتحانات في لبعض الطلبة المحبوسين في بعض السجون. طيب نتكلم عن يعني ندي فكرة للطلبة اللي حضرتك دلوقتي أكيد عارف إنهم بيسمعوك وبيترقبوا كل كلمة بتصدر منك، الطلبة القلقانين تقول لهم ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. تمام. الشروط المتوفرة المفروض انها تكون موجودة في ورقة الاسئلة ايه هي؟ احنا عندنا 3 شروط اللي هي المسموح به ان انا اقولهم لواضع الامتحانات، ان ممنوع الاسئلة السياسية، ممنوع الاخطاء، ممنوع ان احنا نجيب حاجة خارج المنهج او من الأجزاء اللي تم حذفها. غير كده المعايير نفسها بتطبق على الورقة الامتحانية. طب هل تم مطابقة أوراق الأسئلة باللي وضعه المركز القومي للامتحانات لورقة الأسئلة؟ طبعا ده تم، وحضرتك كوزير للتربية والتعليم تأكدت منه 100%؟ طبعا، وعندنا رئيس عام امتحانات بيتابع الموضوع ده بنفسه يعني. طيب هل هيتم يعني مراعاة خلو الأسئلة، ورقة الأسئلة من الأجزاء اللي تم حذفها؟ ويمكن السؤال ده يمكن أنا طرحته على حضرتك هنا في استوديو الحياة اليوم من كام شهر لما حضرتك شرفتنا في الاستوديو. طبعا يا فندم، أنا قلت لحضرتك إن إحنا عندنا معايير اتطبقت يعني زي ما نقول 100% منها، بس أضيف على الحكاية دي 3 اشتراطات اللي قلت حضرتك عليها، أن ممنوع الأسئلة السياسية، ممنوع الأخطاء، ممنوع أن احنا نجيب من خارج المنهج أو أن احنا نجيب حاجة من اللي تم حذفه. تمام. طيب يمكن في السنين اللي فاتت يا سيادة الوزير كان في شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو حتى يعني بعض الطلبة كانوا بيوصفوها بالأسئلة التعجيزية في بعض المواد زي مثلا الكيمياء، زي الفيزياء، بعض أقسام الرياضيات، هل ستختفي هذه الشكاوى؟ بص، عايز أقول لحضرتك إن مفيش حاجة اسمها أسئلة، عايز أقول لحضرتك مفيش حاجة اسمها أسئلة تعجيزية، لكن عايز أقول إن في طالب مذاكر وطالب مش مذاكر. مفيش حاجة اسمها امتحان سهل وامتحان صعب، لكن في طالب مذاكر وطالب مش مذاكر. إحنا من داخل المنهج هتيجي الامتحانات. من داخل المنهج. طيب هل تم استبدال مراكز توزيع الأسئلة في بعض الأماكن اللي يعني الأكثر خلينا نقول توترا؟ وارد أنه يحصل، وحصل في شمال سيناء. حصل في شمال سيناء فقط؟ أيوة فندم. طب برضو سؤال كده افتراضي، هل تم وضع أسئلة يعني احتياطية تكون بديلة عن الأسئلة الأساسية لو مثلا حصل مشاكل خلال فترة الامتحانات؟ عندنا امتحان احتياطي طبعا، ده دايما بيتعمل، موجود امتحان احتياطي موجود جاهز، وان شاء الله ما يحصلش ان احنا نستعين بيه، لكن لو حصل اي ظروف هنستعين بيه ان شاء الله. وبتتم الاستعانة بيه بدون يعني افشال العملية، عملية الامتحانات؟ لا طبعا، لا يعني لو فرضنا ان حصل حاجة بنستعين بيه، ولو فرضنا ان حصلت في نفس اليوم ممكن الامتحان ده يتأجل لاخر يوم علشان نلحق نوزع الجمهورية كلها، لكن تمام. ان شاء الله مش هيحصل ان شاء الله. طيب هل يعني رصدت، طبعا اكيد التعاون يعني امر مفروغ منه، التعاون بينكم وبين الاجهزة الامنية،
لكن هل رصدتم أي محاولات للإخلال بأجواء الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة؟ حتى الآن ما فيش، ولكن أنا بحذر أن أي حد يقرب من لجان الامتحانات. القوات المسلحة والداخلية والأمن بتاع الوزارة على أهبة الاستعداد. تمام. طيب زي ما حضرتك يعني عارف، يوم الحد ده يوم تاريخي في مصر، تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الوقت هتكون الامتحانات شغالة. فهل في مثلا رؤية معينة، خطة معينة للتعامل مع هذا الحدث يعني اللي هيكون بالتوازي؟ طبعا ده في تنسيق كامل مع برضو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتأمين بالذات في هذا اليوم. يمكن هتبقى زايدة شوية في هذا اليوم. هتكون زايدة شوية في هذا اليوم. طبعا احنا هنتكلم على القاهرة بس، مش كده يا سيادة الوزير؟ بص، الامتحانات على مستوى الجمهورية هتبقى في زيادة تكثيف أمني يوم الحد، بسبب ان ممكن يبقى في بعض المعارضين اللي عايزين يعني يضيعوا فرحتنا. ان شاء الله مش هيضيعوا. طب بالنسبة لجدول الامتحانات، يعني النظام القديم بكرة ولا النظام الحديث؟ يعني في ناس متلخبطة شوية. بكرة القديم ويوم الحد الحديث ان شاء الله. السبت النظام القديم، والأحد النظام الحديث، مش كده؟ طبعا في فرق اعداد، ده 43,000 ده 450,000. طيب نرجع برضو لمسألة التأمين. سيادة الوزير عفوا، القوات أصلا لسه كنت بتكلم مع اتنين لواءات، اللواء أمين عز الدين واللواء عبد الفتاح عثمان. لا، والتأمين ماشي مع اللواء برضو. بالظبط. طيب سيادة الوزير، القوات طول عمرك دمك خفيف. ربنا يخليك. القوات هتبقى موجودة داخل اللجان ولا خارجها؟ لا، خارج يا فندم. الامن بتاعنا داخل اللجان، الامن اذا كان قوات مسلحه او داخليه خارج اللجان. خارج الامن بتاعنا يعني ايه؟ ما فهمتهاش دي. امن الوزاره. امن الوزاره، موظفي امن الوزاره داخل اللجان. الشرطه والجيش خارج اللجنه. تمام. طيب يعني خلص الامتحان بكره، امتحان اللغه العربيه، هل هيتم تصحيح عينات عشوائيه في نفس اليوم؟ طبعا، ده نظام متبع عندنا، مراكز الكنترولات موجوده على مستوى الجمهوريه كلها، بيتم التجميع ويبتدي يشتغلوا عليها على طول. اثناء الاستعداد للامتحانات، هل رصدتم يعني سلبيات معينه جرى علاجها، جرى التعامل معها قبل ما تبدا الامتحانات؟ طبعا يا فندم بتحصل، وبما ان عندنا يعني غرفه عمليات وعندنا كمان لجنه اداره ازمات فبنتعامل معاها، وبعدين كمان احنا استفدنا من كل السنوات السابقه، كل المشاكل اللي مرنا بيها في السنوات السابقه. زي ايه يا معلم؟ تم دراستها وتم علاجها. زي ايه مثلا؟ الاعتذارات المفاجئه، بعض الحالات المرضيه، بعد المشاكل في الانتقال، كل ده رعيناه. مثلا الاستراحات دم مراعيتها. النهارده انا طلبت ان كل الاستراحات تتصور على وتجيلي علشان نشوف مدى توافر كل الامكانيات والراحه اللي موجوده في الاستراحات. بالنسبه للحالات المرضيه، هل هيتم التعامل معها زي السنين اللي فاتت ولا في حاجه جديده السنه دي؟ احنا عندنا طبيب في كل لجنه، ده بالتنسيق، بشكر وزير الصحه، طبيب في كل لجنة. عندنا كمان بالنسبة للاستراحات طبيب في كل استراحة. أنا بتكلم يعني عن المرضى، طلبة من المرضى اللي هم يعني مرضهم سبق عملية الامتحانات، اللي هي اللجان الطبية اللي تم تسجيل من فترة. احنا عندنا فترة معينة لازم الطالب يكون مسجل ان هو عنده مرض وعايز يمتحن في لجنة خاصة، لكن الحاجات الطارئه احنا بنديله فرصه ان هو يخش امتحان الدور الثاني بكل مستحقاته كانه دور اول بالنسبه له. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور محمود ابو النصر، وزير التربيه والتعليم، اللي كان معانا من داخل غرفه العمليات لامتحان الثانويه العامه. بشكرك، واتمنى لجميع طلاب الثانويه العامه كل التوفيق باذن الله. شكرا يا فندم. هنطلع فاصل وبعده هنكمل إن شاء الله بقية أخبارنا في مصر المحروسة بعد فاصل نلقاكم.